بسم الله الرحمن الرحيم. أموال كثيرة صرفتها أو صرفها النظام، أموال كثيرة صرفها النظام، جهود متواصلة من خلال السفارات، شركات العلاقات العامة، مختلف الوسائل من أجل إعطاء صورة مغايرة عن واقع البحرين في الجانب الحقوقي والسياسي. تأتي مناقشات جنيف لتعري كل هذه الجهود. المجتمع الدولي ومع المتاح من فرص التواصل اليوم قادر على معرفة حقيقة ما يجري في البحرين. لذا كل الجهود التي بذلت وستبذل مستقبلا من أجل إخفاء حقيقة الانتهاكات وإخفاء التخلف السياسي وعدم القيام بإصلاح سياسي جاد ستلتقي بصخرة الواقع من خلال المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من خلال ممثلين الدول والدول المتعاطفة مع حقوق الإنسان في البحرين، من خلال المنظمات الدولية. هناك طريق واحد لتغيير صورة البحرين الحقيقية والسيئة في جانب انتهاك حقوق الإنسان، هو وقف هذه الانتهاكات، محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وفتح صفحة جديدة تبدأ بالإصلاح السياسي وتكرس احترام حقوق الإنسان. بغير هذا الطريق ستؤول كل هذه المحاولات إلى الفشل، وستلتقون بعد شهر بتقارير من الأمنستي انترناشنال، منظمة العفو الدولية، ستلتقون بتقارير من هيومن رايت ووتش، من الفيدرالية الدولية، من المقررين الخاصين لحقوق الإنسان، من مختلف الدول في وزارات الخارجية حتى الدول الحليفة للنظام البحريني، ستكون مجبرة على ذكر هذه الانتهاكات. هنا أود أن أقدم شكر لكل ضحية سجل هذا الانتهاك. القرار الذي وجدتموه بالأمس أيها الأحبة، يا من هجمت بيوتكم، يا من عذبتم، يا من اعتقلتم تعسفيا، هذا القرار جاء لأنكم سجلتم هذه الظلامات، وثقتم هذه الظلامات. في أي مكان، في الوفاق، في المركز، في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، في مركز شباب حقوق الإنسان، في كل المنظمات الحقوقية، وأعتذر إذا أهملت أو لم أذكر أحد، أي منظمة حقوقية بحرينية تعمل على توثيق الانتهاكات تعاطوا معها، منظمة غير حكومية، ليست المنظمات التي خلقتها الدولة ونحن نعرفها، كل المنظمات الأخرى وثقوا معها، تعاونوا معها، صلوا بهذه القضايا والانتهاكات التي حدثت للعالم سيتعاطف. هذه الخطوة الطبيعية الأولى لتعاطف العالم معكم. ما كان بالأمس في جنيف هو حجر الأساس أنتم، ويعود إليكم هذا الجهد بتعاطف دولي. هذا التعاطف الدولي في موضوع حقوق الإنسان ليس هو مطلوب في ذاته. نحن نتمنى أن لا تكون هناك أي انتهاك لحقوق الإنسان وبالتالي لا يصدر قرار، ولكن ما دامت هذه الانتهاكات تحدث علينا أن نستخدمها لإصدار هذه القرارات، وعلينا أيضا أن نستخدمها كوسيلة إلى إثبات حاجة البحرين إلى الإصلاح السياسي الديمقراطي. أشكر القائمين على حقوق الإنسان في المنظمات البحرينية وغير البحرينية المختلفة الذين عملوا على إيصال هذه الظلامات إلى المنظمات الدولية، ومن ثم تأتى عليها أيضا صدور مثل هذه القرارات، وأدعوهم وأشد على أيديهم إلى مواصلة هذا العمل بدون كلل وبدون تعب. نحن على الطريق أيها الأحبة الذين يناضلون ويطالبون بالتحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، نحن على الطريق، وهذه الله سبحانه وتعالى يعطينا هذه الانتصارات الجزئية من أجل أن يثبت أقدامنا ومن أجل أن يشد العزائم أكثر فأكثر، لأن لدينا قضية عادلة، لأننا نعمل ما في وسعنا بإذن الله. تأكدوا أننا سنصل إلى حقوقنا في يوم من الأيام، وسنقيم ديمقراطية في البحرين، وسنجبر هذا النظام والحكومة التي ستأتي
في ظل الإصلاح، سنجبرها على احترام حقوق الإنسان، على أن لا تعتدي على بيت، لا تعتدي على امرأة، لا تعتدي على طفل، لا تعذب معتقل، وأن تعيش البحرين مرحلة الكرامة والحرية والبناء. صلى الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك قريبا. في هذه المناسبة أحب أن أتقدم بجزيل الشكر إلى المنظمات الحقوقية العربية والعالمية التي تابعت موضوع البحرين على مدى أكثر من سنتين ونصف، وأصدرت في موضوع البحرين أكثر من 300 تقرير وبيان. هذا رقم متواضع، لأن أنا راجعت 6 شهور معينة في أحد المطبوعات وجدت 85 متابعة من المنظمات الدولية العالمية فقط. أكيد هناك أرقام أكثر، ولكن تحفظا 300، ولو قلت 400 أنت أيضا متحفظ. أشكر هذه المنظمات التي تابعت الموضوع البحريني بشكل عام وأصدرت تقارير أو بيانات خاصة في اعتقال طفل أو تعذيب شخص معين. كما أشكر الدول التي أنصفت شعب البحرين في الوقوف معه، وفي مقدمتها سويسرا التي قرأت هذا البيان وتحملت هجوم ممثل البحرين عليها، ولكنها انحازت إلى حقوق الإنسان ولم تقبل أن تجامل أو تدلس هذا الموقف. أتمنى بعد الشكر أن ينتقل الموقف الدولي خطوة إلى الأمام، بحيث يضع البحرين على طائلة قرارات ملزمة ببعث لجنة لتقصي الحقائق الحقوقية في البحرين، وإلزام زيارة المقررين الخاصين وليس انتظار موعد من الحكومة. نحن بحاجة إلى زيارة المقرر الخاص للتعذيب، والمقرر الخاص للحريات الدينية، والمقرر الخاص للتجمعات، ومقررين خاصين آخرين. لا نريد سوى الوقوف على الحقيقة وأن تعلن هذه الحقيقة بألسن دولية. البحرين عندما منعت مقرر التعذيب من المجيء لأنها تعرف بأن هذا المقرر سيضع يده على أضعاف القضايا التي وضع السيد بسيوني يده عليها من التعذيب، وبالتالي ستكون وثيقة وفضيحة بقلم دولي. ندعو المجتمع الدولي إلى أن يخطو خطوة إلى الأمام بعد كل هذه البيانات والإدانات و176 توصية لم تنفذ، أن يتحرك خطوة، يعقد جلسة خاصة عن البحرين، يصدر قرار على الأقل في الحد الأدنى بزيارة لجنة تقصي للحقائق، لتقول هذه اللجنة التقصي بالحقائق ما تشاهد في الواقع. إذا لم يكن هناك تعذيب، لم يكن هناك انتهاكات، لم يكن هناك اعتقال تعسف، خلها تقول، نحن نسلم بما ستقول.